اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، واكتبنا فيها من الفائزين. اللهم اكتبنا فيها من الفائزين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، وامح عنا كل ذنب ووزر، وأعظم لنا المثوبة والأجر. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم انقذهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك.